من ضمن أحلامي بإذن الله تعالى أني أصبح يعني من علماء المسلمين المؤثرين في العالم، ليس يعني أصبح مثلا والله داعية أو مثلا عندي درس في المسجد المجاور للبيت أو كذا، لا، يصبح عالما له تأثير، بحيث أن مثلا أصل إلى مرحلة من التأثير أنك مثلا تخاطب حكام دول، تنكر عليه، تنصحه، توجهه، تشفع في دعاة ربما يضيق عليهم ونحو ذلك. وبإذن الله تعالى أنا ماسك خط، يعني أرجو بإذن الله تعالى أن تروا منه شيئا يسركم. الله يحفظك. ذكرتني لما كنت في أولى جامعة، أول أسبوع في الكلية، تعرف الواحد لما يتخرج من الثانوي وينتقل إلى الجامعة يكون عنده مشاعر أني صرت كبير، صح، وأني كبرنا وإحنا جامعيين يا شباب، ويحسن كل شيء في الجامعة وشرى ركبك سيارة وكذا. فأول ما سلمونا تلك الأيام الكتب، كانت الكتب تجينا صغار كذا، القواعد والبلاغة ومدري إيش، فأعطونا كتب 6 مجلدات فتح القدير في التفسير للشوكاني، فأخذت القلم بكتب اسمي على الكتاب طيب طالع. وجنبي واحد من الشباب، طبعا احنا اول مره نقرا كتب بهذا، يعني طبعا عندي كتب من قبل بس اقصد ما كانت كتب دراسيه، لكن لما تصير تاتي للجامعه ومعك مجلد 600 صفحه غير تاتي الجامعه ومعك شنطه، صح، ولا معك كتب مربوطه بسير. فكتبت دال محمد العريفي دكتور الله، اي، وانا لسه يمكن عمري ذيك الايام 18 سنه. فكان جنبي واحد من الشباب، على ذكر انت ايش احلامك لما تسالني، جنبي واحد من الشباب قال لي متخرج معي من الثانوي، قال دال محمد العريفي، قلت قال يعني دال يعني ايش يعني؟ قلت يعني دكتور. قال انت وجه دكتوره يعني بعيده عليك، انت وجه دكتوره؟ قلت ان شاء الله لا اجيبها. تدري وش قال لي؟ قال لي ترى دال ليست دائما اختصار كلمه دكتور، ممكن تكون دجاجة دبشة دبشة يعني خبل يعني. فقلت له ستعلم حين ينكشف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار، وبنشوف قدام بعد 10 سنين من الدبشة أنا ولا أنت. فأنا أقصد أحيانا يبتلى الواحد بأشخاص هم أعداء للنجاح، محبطون، أي محبطين، بحيث أنك تقول له مثلا أنا بإذن الله أبصير عالم من العلماء، أنا بصير مؤثر، أنا بصير، بدل ما يقول لك إيه والله بيض الله وجهك، والله تعجبني همتك العالية، والله يا أخي أنك بطل، يا أخي يا ليت الناس، لا، ما يعطيك نبرة تنشيطية، يهبط من عزيمتك ويبدأ يقول لك وين أنت ممكن تكون كذا، أن ما يمكن أنه يعطيك طموح عالي. وهذا يذكرني بعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أول ما توفي النبي عليه الصلاة